يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، اختلاف أهل السنة في مسألة رؤية الكفار والمنافقين لله عز وجل في عرصات يوم القيامة، ما هو الراجح في هذه المسألة؟ وهذه المسألة أيضا ليست من مسائل العقيدة، وإنما هي مسألة جانبية. وإذا ثبت أن الكفار يرونه في عرصات القيامة فليست رؤية إكرام، ليست رؤية إكرام مثل رؤية المؤمنين لربهم في الجنة. نعم.